مشاهدينا الكرام، صباحكم مبروك، وكنتمنى انكم تكونوا بألف خير وعافية في عطلة نهاية الأسبوع، وقت نهاية الأسبوع موفقة إن شاء الله. والمعاناة الدائمة ديال البيضاويين مع وسائل النقل، بالرغم أننا في عطلة نهاية الأسبوع إلا أن المعاناة دائما مستمرة. كيكون واحد شوية الضغط خفيف، ما كيكونش الضغط بحال الأيامات العادية، ولكن راه كاين مشكل ديال المويان دو ترونسبور، لدرجة أن المواطنين خصوصا في الأحياء الشعبية كيضطروا يركبوا في أي حاجة جات قدامهم، تريبورتور، الكراول، اللي يلقاوها موتور. أن وسائل النقل مع هاد لي طخافو راه ولاو مشكلة، خصوصا هاد لي طخافو ديال التخامواي. هانتوما شوفوا الناس راه ولاو مساكن كيركبوها في الدراجات النارية اللي كيديروا النقل السري. انا ما فهمتهمش، شوف دير هنا حجر، ها حيط، ها السباب ديال الفلوس تخسرات، وشوف التكرفيص اللي تكرف، شوفوا على حال. تماما عبد الصمد اخويا، حي المسيره حي الفلاح. شكرا خويا حسن، شكرا لك. صباح الخير، صباح الخير من اي مكان في العالم، تنقول لكم صباح الخير من مدينة الدار البيضاء. مرحبا مرحبا نسيم، مرحبا خويا. مرحبا بك. مرحبا بأي واحد دخل عندنا وصبح علينا، تنقولوا له صباح الخير. شكرا اخويا التوصيل، الله يبارك فيك.
الله يكبر بك اخويا، شكرا على هذا الكلام الجميل. اذا المشاهدين الكرام شفتوا معنا الاجواء ديال الدار البيضاء والازمه اللي كيعاني منها المواطن الكازاوي ملي كيبغي يركب شي مويان دو ترونسبور، وشحال كيبقى واقف باش يجي طاكسي، خاصو شحال. الى اللقاء في فتش اخر باذن الله.